تغيرت معالم الحياة اليومية كثيرا، لكن طقوس رمضان بجدة أو عروس الساحل كما يحلو للسعوديين تسميتها ظلت هي هي، ولم تجرف منها طيارة التقدم والمدنية شيئا. ما إن يلوح شهر رمضان في الأفق حتى تتغير معالم الشارع الجداوي، فتجد كل زاوية فيه وقد ارتدت ثوبا جديدا يوحي بأن المناسبة عظيمة، وتجد الأسواق وقد اكتضت عن آخرها بأناس قادتهم إليها طقوس معينة اعتادوها في استقبال رمضان. هنا داخل هذه الأسواق يتسابق الباعة في عرض بضائعهم بأبهى حلة، ولا هم للمستهلكين غير اقتناء ما سيملأ مائدة إفطارهم بما تشتهيه أنفسهم وتصر له أعينهم في هذا الشهر. موائد رمضانية لا تكتمل في جدة إلا بوجود بعض الأصناف من الأطعمة الحجازية. تميزنا أنه نجتمع في رمضان الوجبات الرمضانية، الشوربة والسمبوسة والسوبيا والكنافة. أكلات رمضانية يفوح عبق التنوع من العديد منها، فهناك مثلا وجبة تسمى السمبوسة قادمة من شبه القارة الهندية، بينما نجد خبز التميس الشهير قادما من وسط آسيا. أهم شيء بيكون فيها الفول والتميس، هذا بيكون يعني شيء أساسي موجود في السفرة، وأغلب الناس بتحب السوبيا طبعا والمشروبات الشعبية التمر الهندي والزبيب. وما إن تقترب شمس يوم رمضان من الغروب حتى تبدأ المساجد في الامتلاء بالمصلين. مساجد يتنافس مرتادوها في بسط موائد الرحمن لكل صائم عابر.